على اعتبار طيب حتى يفهم المشاهد أستاذ نعم. بوخبزة يعني ماذا بعد يعني تعيين أعضاء الحكومة؟ بعد تعيين أعضاء الحكومة من ناحية المسطرية كان التصريح الحكومي يجب على الحكومة الحالية أن تقوم بإعداد التصريح الحكومي، تقوم بعرضه على البرلمان بغرفتيه مجلس النواب مجلس المستشارين، ثم يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب. إذن أن الحكومة في الواقع يجب أن نميز، ليست الحكومة هي التي تحصل في الحقيقة على الثقة، بل الأمر هو مرتبط بالتصريح الحكومي لأنها تصوت على التصريح الحكومي. عندما يحصل الموافقة على التصريح الحكومي من قبل مجلس النواب يتم تنصيب، في هذه الحالة تعتبر الحكومة منصبة. إذن نمر من التعيين إلى التنصيب، وفي هذه الفترة هي كلها تسمى حكومة تصريف الأمور الجارية. إذن ما بين تعيين جلالة الملك اليوم إلى غاية تصويت مجلس النواب ومنحه الثقة تعتبر حكومة تصريف الأمور الجارية. إذن نعتقد أن غدا سيكون هناك تسليم السلطات ما بين رئيس الحكومة سي عبد الإله بن كيران الذي يعتبر رئيس حكومة تصريف الأمور الجارية، ورئيس الحكومة الحالي هو بدوره سيعتبر رئيس حكومة تصريف الأمور الجارية إلى غاية تنصيب مجلس النواب. ثم الأمر الآخر بالإضافة إلى إعداد التصريح الحكومي، هناك مسألة ديال تحديد الاختصاصات، على رئيس الحكومة المعين أن يقوم بإصدار مراسيم لتحديد اختصاصات كل وزارة وزارة وفقا للهيكلة الجديدة ثم كذلك في نفس هذه المراسيم يحدد الهيكل الإداري للوزارات، لأن هناك مديريات. لماذا؟ لأن من خلال هذه الوظيفة أو هذا العمل الذي سيقوم به رئيس الحكومة في هذه المرحلة سنقطع الطريق أمام إمكانية حدوث نوع من التنازع في الاختصاص ما بين الوزارات، رغم أننا نعلم أن كما جرى في النسخة الماضية رغم أننا نعلم أن رئيس الحكومة يقوم بوظيفة التحكيم عندما يقع خلاف، أنه هو الذي يحسم في هذه المسألة. إذن فالآن هناك هذه الحكومة ستقوم بتصريف الأمور الجارية وفقا للمادة 37 من الدستور، ثم ما من القانون التنظيمي 65-13، ثم ستنتقل إلى الوضعية الثانية المادة 38 من نفس القانون التنظيمي. طيب من خلال غير هنا الحكومة ديال تصريف الأمور الجارية صافي سالة، بمعنى أنه بمجرد موقع التعيين الآن انتهى المسألة. لا اسمح لي انتهى، لأنه صافي ما يمكنش يبقى هذا، غيدير الباساسيون انتهى سالة، غيبدا الإعداد ديال 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 البرنامج، وغيمشي السي سعد الدين العثماني أمام البرنامج، بمعنى الحكومة ديال تصريف الأمور الجارية انتهى الامر. ما يمكنش لانه دابا الان عندنا تعيين ديال الحكومه، لا كاينه، لا كتسنى الاوضاع، ولكن ما غاتاخذش قرارات لانه كتسنى. لذلك كاين جوج ديال الوضعيات ديال حكومه تصريف الامور الجاريه، جوج ديال الوضعيات. الوضعيه الاولى هي من انتهاء المده ديالها الى غايه تعيين رئيس الحكومه الجديد، هذا تعتبر انها تعتبر حكومه. ما كاينش شي وزير غيعاود، بلا تسمح لي، ما كاينش شي وزير غيعاود غدا يمشي ملي غيدير الباساسيون صافي ساله. لا ما يمكنش غتولي عندنا، عرفتي شنو الوضعيه؟ فاش كتخلق واحد التشويش على الناس. شوف سالات حكومه تصريف الامور الجاريه، سالات لانه اليوم كان تعيين وغنولي عندنا 70 حكومه. المهم تم تعيين اعضاء الحكومه وانتهى البلوكاج. طيب رئيس الحكومه القديم ساله مشى، رغم ذلك لا طيب الان الان من خلال في نفس النقطه تحدثوا على بدايه 130 يعتبر رئيس حكومه تصريف الامور الجاريه، لان خمسة دقائق. لا سي يوسف، لا باش نكونوا واضحين، لا صاحبي ما كاينش العالم كله غادي يمشي يديروا من بعد نحسموا في هذا الشيء. وهاد الوزيرات غنديروا مجبروات، واحد انا يقول لي راه هوني معين واحد سالا. لا هو تسالت هذيك حكومه، تسالا وصافي سالا. لا حكومه ديال بن كيران تسالت، دابا دخلنا حكومه جديده تصرف الأمور الجارية، تسمى حكومة تصريف الأمور الجارية.
الله يهديك اسي والله يهديك هذا الشيء. طيب نحسموا فيها من بعد، نحسموا فيها من بعد، نحسموا فيها من بعد. طيب الان واحد السؤال، واحد السؤال بحكم الماده، راه بغينا نفهموا اليوم، ما بغيناش نتجادلوا. بحكم الماده 38 من القانون التنظيمي الى حين، وراه كاين الى حين تعيين، راه كاين الى حين تعيين. ما بقاش الوقت، ما بقاش الوقت. تفضل خلينا نجيو. واش كتوقعوا وقت البرنامج انتهى في انتظار ان تحسم في مساله تصريف الحكومه، تصريف الاعمال حسب راسي الا ولو عندنا جوج. طيب في انتظار ذلك وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين استاذ عبد الرحيم منار السليمي واستاذ محمد العمراني بوخبزه. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذا البرنامج الخاص.